السلام عليكم أخواتي، ومرحبا بكم على قناة أم أماني. إن شاء الله الكل في تمام الصحة والعافية. وصفة اليوم بإذن الله عبارة عن صابلي بذوق الفيريرو روشي. هذه الوصفة رائعة الشكل والمذاق، إن شاء الله تنال وصفة اليوم إعجابكم. إذا أعجبكم الفيديو أخواتي لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب وترك تعليقاتكم وتشجيعاتكم للعطاء أكثر. ولمن يزور القناة لأول مرة أدعوه للاشتراك فيها وتفعيل الجرس ليصله كل جديد. بالنسبة لي المقادير، وبما أنه هذا الصابلي بذوق الفيريرو روشي إذا راح نستخدم البندق، وبما أنه البندق سعره مرتفع وليس في متناول الجميع يمكن أني نستبدله بالكاوكاو أو الفول السوداني، ونستعمل معه ذوق البندق أو البخاليني. إذا راح نحتاج إلى 125 غرام مارغرين، نصف كأس من السكر الناعم حوالي 60 غرام، ملعقة كبيرة منه، هنا استخدمت الكاوكاو أو الفول السوداني، ممكن نعوضها كما قلت بالبندق، حوالي 30 غرام، صفار حبة بيض، ذوق البخاليني ممكن نستبدله بذوق البندق، وفرينة أو طحين على حسب الحاجة. بالنسبة للطريقة كما تعودتم معي أنا أستخدم فقط اليد، ومن تريد استخدام خلاط كهربائي فلها ذلك. إذا راح نخلط كمية المارغرين مع السكر الناعم وصفار حبة بيض، ونخلط كل هذه المقادير جيدا حتى يذوب السكر ونتحصل على خليط كريمي. نضيف كمية المكسرات وذوق البخاليني، ونجمع بالفرينة والطحين حتى نتحصل على عجينة تكون متماسكة. هذا هو شكل العجينة. الآن نقوم بتغطيتها ونضعها في الثلاجة حتى ترتاح، ثم نقوم بتشكيلها. بعد ما ارتاحت العجينة قمت ببسطها بسمك متوسط، و راح نقوم بتقطيعها بقطاعة بهذا الشكل، قطر القطاعة حوالي 5 سنتيمتر. هذه الحلوى راح نقوم بطهيها على هذا طابي دو سيليكون متوفر عند اللي يبيع لوازم الحلويات حتى تأخذ شكل المربعات. هذا كنوع من التزيين فقط، إن لم يتوفر ممكن أننا نطيها على ورق المطبخ بشكل عادي. بالنسبة للعجينة المتبقية راح نقوم ببسطها بشكل رقيق ونقوم بتقطيعها بهذه القطاعة، وهذا كنوع من التزيين راح نزين به الحلوى من فوق. ممكن أننا نكتفي فقط بالدوائر كقاعدة للحلوى، هذا يبقى اختياري إن لم يتوفر هذه القطاعة، وممكن أننا نشكلها بأشكال أخرى. إذن بعد ما قمت بتشكيل العجينة بهذا الشكل نقوم بإدخال الحلوى لفرن يكون مسخن مسبقا على 180 درجة. الآن نقوم بتحضير كويرات الفيريرو روشي. راح نحتاج إلى كفريت بذوق البندق، إن لم يتوفر ذوق البندق نستخدم ذوق الشوكولا يكون مرحي بهذا الشكل. نحتاج إلى شوكولاتة الطلي وحبات من البندق تكون محمصة. راح نخلط الكفريت مع شوكولاتة الطلي حتى نتحصل على خليط متماسك.
هذا هو شكل الخليط، يكون بهذا الشكل. هنا من الأحسن أني نضع هذا الخليط في الثلاجة حتى يتماسك نوعا ما، ثم نقوم بوضع البندق، يعني أننا نحشيه بحبات البندق. حنتحصل على خليط يكون بهذا الشكل، يلتصق نوعا ما باليد. نقوم بوضعه في الثلاجة حتى يتماسك قليلا لتسهيل وضع حبات البندق داخله، ثم نكمل باقي الخطوات بإذن الله. إذن بعد ما تماسك خليط الشوكولا والكوفريت، شكل كويرات بوزن حوالي من 18 حتى 20 غرام. الأخوات اللي ما عندهمش ميزان ممكن يستخدموا كويرات بالعين فقط. الآن راح نحتاج إلى كمية من شوكولاتة الطلي وحبات من البندق تكون محمصة. نأخذ كويرات اللي شكلناها من قبل، نبسطها، نضع حبة البندق ونضع كمية من الشوكولا ونغلق. شكلها على شكل كويرة. نعم، من الأحسن أننا نقوم بوضعها في الثلاجة حتى تتماسك، ثم نقوم بتكويرها مرة أخرى حتى تحافظ على شكلها. هنا قمت بإذابة شوكولا 200 غرام من الشوكولا. استخدمت شوكولا الوجدان ذوق البندق، بما انه الحلوى بذوق فيريرو روشي استخدمت هذا النوع من الشوكولا. اذا استخدمت 200 غرام من الشوكولا، قمت باذابتها فوق حمام مائي، اضفت لها 4 ملاعق كبيره من الزيت وكميه من المكسرات. اذا استخدمنا في البدايه البندق نضع البندق هنا، واذا استخدمنا الكاوكاو او الفول السوداني راح نستخدمه في هذا الكلاصاج. إذا نقوم بطلاء الحلوى. ونتركها حتى تجف، ثم نقوم بتثبيتها فوق الصابلي. هذا شكل الحلوى أخواتي بعد الطهي. لاحظوا شكلها من الأسفل، خذات شكل طبي دو سيليكون، هذه المربعات الصغيرة. كما قلت هذا نوع من التزيين وهو اختياري. الآن راح نحتاج إلى ملمع ذهبي. إذا كنا راح نحضر هذه الحلوى للعائلة فقط راح نستغني عن الملمع الذهبي، أما إذا راح نحضرها للأفراح وكل المناسبات السعيدة أدامها الله على الجميع راح نزينها بالملمع الذهبي من الجهة السفلية. هذه الخطوة اختيارية كما قلت. نفس الشيء بالنسبة لهذا الشكل. إذا بعد ما جفت كويرات فيريرو روشي نأخذ دوائر الصابلي، نضع كمية قليلة من الشوكولا ونقوم بتثبيت كويرة بهذا الشكل، ثم نقوم بتثبيت هذا التزيين. نضع كمية من الشوكولا من الجهة السفلية ونقوم بتثبيته. تحصل على هذا الشكل.
نكمل الحلوى بنفس الطريقة. الحلوى حاضرة معنا أخواتي في صحن التقديم، بعد ما زينتها بالشوكولا وقمت بتثبيت هذه الأشكال اللي كنت عملتهم بالعجينة، تحصلنا على هذا الشكل الرائع. حتى ذوقها أكثر من رائع. إن شاء الله تنال وصفة اليوم إعجابكم وتقمنا بتجريبها في كل مناسباتكم السعيدة، وإلى الملتقى في وصفات جديدة بإذن الله.